مسابقة كأس أمم أفريقيا توتال إنرجي وصلت نهايتها، والمنتخب السنغالي هو اللي توج بهذا النسخة بعدما تغلب على المنتخب المصري بالضربات الترجيحية. كيفاش كان تفاعل الجميع مع هذا التتويج؟ هادشي اللي غنشوفو في حلقة اليوم من برنامج هاشتاغ الكان. أهلا بكم. اللاعبين ديال المنتخب السنغالي عبروا على الفرحة ديالهم بالتتويج بأول لقب ديال كأس أمم أفريقيا في تاريخهم. هادشي اللي شفناه عند اللاعب مصطفى نامي اللي مكتفاش بستوري ولكن دار لايف عبر الحساب ديالو في انستغرام كيرصد فيه الفرحة ديال اللاعبين لحظة هذا التتويج. من بعد نهاية مباراة مصر والسنغال ومن بعد ما تأكد التتويج ديال المنتخب السنغالي بكأس أمم أفريقيا، مجموعة ديال اللاعبين هنؤوا المنتخب السنغالي بهذا اللقب الأول في تاريخه، ومنهم لاعب برشلونة أداما تراوري اللي نشر ستوري عبر الحساب ديالو كيهنئ فيها صديقه ساديو ماني بهذا التتويج. قبل انطلاق مباراة النهائي اللي جمعت بين منتخب مصر والسنغال، لاعبين ديال المنتخبين توقفوا دقيقة صمت وذلك ترحما على الطفل ريان، هذا الطفل اللي تفاعل مع الوفاة ديالو العديد من الشخصيات وكذلك العديد من الأندية كرة القدم سواء العربية أو العالمية. منتخب السنغال توج بالكأس الأفريقية الأول مرة في تاريخه وذلك من بعد ما تغلب على مصر بالضربات الترجيحية، هذا الخبر اللي تداولوه بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. ودائما مع تتويج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا، لكن هذه المرة نشوفوا رأي الجماهير اللي أغلبيتهم أكدوا أن المنتخب السنغالي توج عن استحقاق، ونشوفوا التعليق الأول واللي كيقول الكرة أنصفت منتخب السنغال. أما التعليق الثاني فحتى هو بدوره أكد أن تتويج السنغال جاء عن استحقاق وقال فيه صاحبه عن جدارة واستحقاق، مبروك للسنغال وهارد لاك لمصر. من بعد تتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا، الجماهير خرجت في الشوارع السنغالية واحتفلات بالتتويج بهذا اللقب، وهذا الشيء اللي غنشوفه في هذا المقطع. دائماً مع فرحة الجماهير السنغالية بهذا التتويج، لكن هذه المرة غنمشيو مع عدسة البطولة واللي رصدت لنا فرحة بعض الجماهير السنغالية واللي عايشة في المغرب. نشوفوا هذا المقطع. مشاهدينا ما تنسوش تتابعونا عبر صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا وصلت لنهايتها وبرنامجنا كذلك وصل لنهايته مع نهاية هذه المسابقة الإفريقية. إلى اللقاء.